السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير على خير ومرحبا بكم في اون نوفيل فيديو في لاشين ديالي ماري بيوري. اليوم جيتكم فيديو جديده على روتين العنايه بالبشره ديالي في فصل الشتاء. قبل ما نبداو هاد لا فيديو بغيتكم ديروا لايك وسبسكرايب في القناه وتخليوا لي كومونتير ديالكم على الافكار اللي بغيتو ندير لكم فيهم دي فيديو. نبداو باول منتج اللي هو الواش كريم. هذا كريم كنديرو باش نغسل به الوجه. نورمالمون هو كديرو فيه واحد الحبيبات صغار بزاف اللي كينقيو بحال سكراب، كينقيو لك البشره ديالك بعمق. في نفس الوقت فيه واحد بحال واحد لمسه دهنيه اللي كتخلي البشره ديالك مترطبه من الاعماق. هاد الواش كريم هذا خاص للبشره الجافه. وندوزو المنتج الثاني، هادي موس نيتوايونت ديال باليا. هاد المنتجات كاملين ديال لا مارك باليا. هاد الموس حتى هي كتنظف الوجه مي غزاله بزاف. هادي كتلاق البشره الجافه وحتى الدهنيه ولا العاديه البشره العاديه. هادي كتكون بحال سائل ولكن كترشوها، ملي كديروها اون فوا كترشوها جديكم كتولي موس وكتنقي فريمون كتنقي زوين بزاف وكتحيد الماكياج الواتر بروف. ندوزو للثوازيام برودوي اللي هو هادي كريم دو جور بالاس بي اف 15. غنقول لكم غزاله 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 بزاف، كترطب الوجه كتحميه شويه من اشعه الشمس. هو اس بي اف 15 كافيه لينا في الشتاء باش نحافظوا على البشره ديالنا وما نديروش دي فون دو تان. داكشي هادي كتبين الوجه عنده واحد الاشراقه وواحد اللمعان زوين وكتبين البشره صحيه. باقي عندي اش يقولوا له دي ماكيون ولكن كمل ليا حيت غزالات هو كنستعملو كيحيد الماكياج الواتر بروف وما كيضرش ما كيعميش، ماشي بحال دوك دي ماكيون اللي كيديرهم في عينك كيبقاو يحرقوا لك العين. لا جوتو. وبقى عندي كريم ديال تحت العينين، كريم كونتور دي زيو. هذيك غنديرها لكم حيت ماشي من نفس لا غام، غنديرها لكم في الفيديو الجايه اللي غادي تكون مشترياتي توب وفلوب. كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو وما كرهتكمش تشجعوني بلي لايك ديالكم سبسكرايب في القناه. وكنتمنى انكم تخليو لي دي كومونتير اللي يزيدوا يشجعوني ويخليوني ندير لكم دي فيديو وما يخليونيش نبعد ولا نغبر عليكم بزاف. شكرا بزاف لفي، باي باي.